ما أنا ضحكني قال لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. أن هذا الداعية كافر مرتد خارج عن الإسلام ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. الله يطول عمره، كان مات أنا بجيب أستاذنا أبوه ولا ندفنه في الفتيحاب شخصيا. يا معقولة يا أخي؟ ده كلام باطل جدا، والله الذي لا إله غيره قال لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر شنو؟ المسلمين. تجاري للورثة. لا وقر ترز منه شنو، أنا ذا عارف ترز منه شنو ذاته. زول لا يا أستاذ وماشي وجاي الله يتقبل منه. طيب قال بعد ذلك قال دي من صفات الخوارج تكفير المعين، من صفات شنو الخوارج أنهم يكفرون شنو المعين على الإطلاق أو يكفرون المعين. أما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم، يقول لك دول كلهم كفار وده كافر وده كافر، ده منهج بتاع الخوارج. ده انت طيب وكنت من صفات الخوارج تواقع فيها ليه؟ انت كفر زول معلوم كفر معلوم من الدين بالضرورة، او زول اقيمت عليه شنو الحجة. طيب